تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تواصل مصر دعم الأشقاء في غزة بالمساعدات الإنسانية. وصلت اليوم أول طائرة من إجمالي 4 طائرات مساعدات متوقع وصولها تباعا، محملة ب5000 خيمة سعة كل خيمة 16 فردا. هذا وقد قدمت مصر 80% من إجمالي تلك المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة.